سؤال ثاني. اي السؤال الثاني، ما حكم الأضحية وما حكم الهدي طيب في الحج؟ شكرا لك. سأل عن الأضحية حكمها وعن أيضا الهدي. الأضحية سنة مؤكدة، نعم، لمن عنده مقدرة عليها يذبحها في بيته ويأكل منها هو وأهله ويتصدقون ويهدون إلى جيرانهم، هذا هو السنة وهي عبادة عظيمة. وأما الهدي فهو على نوعين، هدي واجب للنسك تمتع أو قران، أو ترك واجب من واجبات الحج، أو محظور من محظورات الإحرام. نعم.